شتا وليدي اولا كنشكروا الناس اللي تعاونوا ودار واحد الشباب ديال مولاي ابراهيم اللي نقدوا هاد الناس بزاف، والحمد لله على كل حال كاين الناس اللي توفى وكاين الناس اللي باقي تحت الانهيار، والحمد لله باش غير ما قادرش نوصف لك فهمتي. بالنسبه لها غيكونوا تقريبا شي 15 ولا شي 16 تقريبا، والناس الاخرين باقيين تحت الانهيار. وكنتمنوا هادشي ان الناس يحاولوا ان الشباب ديال مولاي ابراهيم يديروا واحد المجهود ان ينقذوا الناس الاخرين اللي بقاو. تحياتي للمغاربه كاملين ونعزوكم كاملين، وحنا رجال كاملين الحمد لله، كاملين المغاربه وكاملين خوت. حنا نقدنا بعد الناس في جامع الفناء، واليوم احنا في مولاي ابراهيم، وكانوا الرجال اخوه. كان قدنا تقريبا دابا واحد شي 20 واحد 18 واحد الحمد لله. حنايا كنا في مراكش، كنا جينا خدامين في مراكش، و طرا اللي طرا وسمعنا نداء، كان نداء من بعض الاخوه هنا في سيدي ابراهيم بان ما كاينش المساعده وما كاينش حتى واحد ما جاي يساعدهم. جينا حنا بعض الاخوه، جينا من مراكش باش نعاونوهم. كما كتشوفوا هنايا راه الدار هذه راه بات على واحد شي ناس، واحد جعيلات الله يرحمهم خرجناهم ميتين، هما وجوج اطفال ديالهم صغار، وواحد جوج رجال، واحد مشى للسبيطار، وواحد مازال قربنا ان شاء الله، باقي لنا واحد جوج متر ونوصلوا ان شاء الله. هو الحاله ديالو باقي با كندوي معاه، كنتواصلوا معاه باش نبقاو معاه، وغادي دابا معكم كما كتشوف مع السيد دابا لابيل كاين دابا التراكس اللي كاين دابا، كنحاولوا نوصلوا ان شاء الله. قول الله عز وجل قل ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هذا الشيء الامر ديال الله سبحانه وتعالى، واللي جات عند الله مرحبا بها. حنا ضعفاء والحمد لله الحمد لله الحمد لله، ملي بقينا حنا الحمد لله، ما هادشي راه باغي يتعوض. ونتمنى من الله عز وجل هاد الناس هادو اللي توفوا، ونسال الله سبحانه وتعالى باش يغفر لهم ويرحمهم. اللهم يا ربي يغفر لهم ويرحمهم وكريم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج البرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم يا ربي الاهل ديالهم نسال الله سبحانه وتعالى باش يرزق لهم الصبر والسلوان، نسال الله سبحانه وتعالى باش يرزق لهم الصبر والسلوان، والله يخلف على اللي ضاع، الله يخلفه.